سنة 571 ميلاديا وقبل 53 سنة من الهجرة النبوية، وفي نفس السنة اللي مات فيها عبد الله بن عبد المطلب أبو الرسول عليه الصلاة والسلام، بتتولد الطفلة صفية لوالدها سيد قريش عبد المطلب بن هاشم ووالدتها هالة بنت وهب واخواتها حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب. صفية عاشت حياة شريفة بسبب نسبها الرفيع من أهل قريش، وبعد سنين قليلة من ولادتها وتحديدا في سنة 24 قبل الهجرة بيموت والدها عبد المطلب، وبتحزن صفية على موته مع اخواتها البنات حزن شديد. وبعد فترة بتتجوز صفية بنت عبد المطلب من الحارث بن حرب، واللي بيكون سيد من أسياد قريش وأخو أبو سفيان بن حرب، وبتخلف صفية منه الصيف بن الحارث. وبعد موت الحارث بتتجوز صفية بنت عبد المطلب طالب من العوام بن خويلد بن أسد، واللي بيكون أخو السيدة خديجة بنت خويلد واللي هتتجوز الرسول بعد كده، وبتخلف صفية من العوام أولادها الأربعة وهم السائب وأم حبيب وعبد الكعبة والزبير بن العوام، واللي بتسميه على اسم أخوها الزبير اللي مات زمان. وفي سنة 33 قبل الهجرة بتفقد صفية زوجها للمرة التانية بعد ما اتقتل العوام في حرب الفجار، واللي كانت حرب بين قبيلة كنانة واللي بتكون قريش منها وبين قبيلة قيس عيلان، وبتحزن صفية حزن جديد على جوزها وبترفض انها تتجوز من بعده، وبتقرر انها تربي الزبير ابنها عشان يكون من اقوى الرجال، وكانت بتبقى حريصة جدا انه يبقى قادر على استخدام سيفه بمهارة، وكانت بتلقبه بابو الطاهر نسبة لاخوها الزبير ابن عبد المطلب. صفية عاشت حياة هادية بتربي فيها اطفالها لحد ما وصلت لسن 53 سنة، وهي نفس السنة اللي بعث فيها رسول الله محمد ابن عبد الله برسالة الاسلام، ونزلت الاية رقم 214 من سورة الشعراء اللي ربنا بيقول فيها للنبي: وانذر عشيرتك الاقربين. فنادى الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبد المطلب وقال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية بنت عبد المطلب، ويا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من المال ما شئتم. وبتستجيب صفية فعلا لنداء النبي وبتعتنق الإسلام، على الرغم من أن مفيش ولا واحدة من عمات الرسول أسلمت معاها، ولكن صفية كان قلبها منشرح للإسلام. وفي سنة 622 ميلاديا بتهاجر صفية مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت من المهاجرات الأوائل، وأخذت معها ابنها الزبير بن العوام. بعد استقرار المسلمين في المدينة لمدة 3 سنين بتحضر صفية بنت عبد المطلب أول غزوة مع الرسول وهي في عمر 56 سنة، وهي غزوة أحد، فكانت بتنقل المياه وتعالج الجرحى مع باقي سيدات المسلمين، لحد ما لاحظت التغيير اللي حصل في المعركة لصالح المشركين، وشافت الرسول وهو بيتكشف قدام أعدائه، فخافت على ابن أخوها ورمت المية اللي في إيديها وأخدت سيف من سيوف الجنود وحاربت بيه المشركين عشان تحميه. وفي مشهد عظيم بتقتحم صفية صفوف المشركين وهي بتنادي في جيش المسلمين وبتقول: ويحكم أن هزمتم عن رسول الله. وساعتها شافها النبي فخاف إنها تشوف أخوه حمزة بن عبد المطلب بعد ما وحشي ابن حرب قتله، فطلب من الزبير بن العوام ابن صفية عمته إنه يمنعها، فراح الزبير يجري عليها ويطلب منها ترجع، لكن صفية رفضت وكملت المعركة معاهم. فبيقول لها الزبير إن الرسول بيأمرك ترجعي، فسألته صفية: ولما؟ فقد بلغني أنه ممثل بأخي. وساعتها أمر الرسول الزبير إنه يسيبها تقاتل انتقاما لأخوها. وبعد انتهاء المعركة بتروح صفية تدور على حمزة أخوها، وفي مشهد حزين بتشوف جثة أخوها وهو مقطوع الأذنين ومفتوح البطن بعد ما تم التمثيل بجثته، فصبرت صفية واحتسبته شهيد عند الله وقالت: إن ذلك في الله، لقد رضيته بقضاء الله. وبداية من غزوة أحد شهدت صفية مع ابن أخوها رسول الله كل الغزوات على الرغم من سنها الكبير. وفي سنة 627 ميلاديا في الوقت اللي بتقوم فيه غزوة الخندق بين المسلمين وبين القبائل العربية اللي اجتمعت على غزو المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية، طلب الرسول من النساء والأطفال إنهم يحتموا في حصن من حصون المدينة. وفي نص الليل بتلاحظ صفية شخص بيتسلل ناحية الحصن، وبعد ما بتقرب منه بتعرف إنه محارب يهودي داخل بيحاول يعرف لو في أي حارس بيحمي الحصن ولا كل اللي فيه نساء وأطفال بس، فبتقرر إنها تقتله قبل ما يكشف إن مفيش حد يحميهم، وساعتها هيتحولوا لسبايا وخدام عند اليهود. فأخدت صفية سيفها وربطت خمارها على وسطها وخرجت من الحصن في هدوء، وبتستنى لحد ما بيقرب منها الجاسوس اليهودي، فبتهجم صفية عليه بكل قوتها وبتقضي عليه قبل ما يكون السبب في موتهم كلهم. وساعتها أصحابه بيقولوا إن إحنا كنا عارفين إن محمد ابن عبد الله ما كانش هيسيب أهله ومعهمش أي فارس من الفرسان، وبيتفرق اليهود وبتفشل خطتهم بعد ما بتقدر صفية توهمهم بوجود فرسان في الحصن. وبعد 6 سنين وتحديدا في ربيع الأول سنة 11 هجريا بيموت الرسول عليه الصلاة والسلام، وبتحزن صفية على موت ابن أخوها وبترثيه في أبيات من الشعر وبتقول: لهف نفسي وبت كالمسلوبي، أرقب الليل فعلة المحروبي، فعراني لذاك حزن طويل، خالط القلب فهو كالمرعوبي.
وبعد 9 سنين من موت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي سنة 20 هجريا بتموت صفية بنت عبد المطلب في خلافة عمر بن الخطاب عشان تكون أول سيدة تقتل مشرك في الإسلام وتكون مثال على المرأة قوية العزيمة ومن فتحة العقل. الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني، وعمل الجرافيكس والموشن بتاعته هشام شتا. وما تنسوش تعملوا فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة والقديمة. سلام.